السلام عليكم ورحمة الله. هلو everybody, I'm Dr. عماد إبراهيم will continue our emergency medicine course. A lecture of today is about diabetes or diabetic emergencies. Diabetes or diabetic emergencies are three conditions: DKA or diabetic ketoacidosis, hyperosmolal أو hyperglycemic hyperosmolal state or hyperosmolal hyperglycemic state HSJS and hypoglycemia. طبعا الهايبرجلايسيميك هايبرزمولال ستيت دي كان الاولد نيم كان هايبرزمولال نون كيتاتيك كوما, لكن sometimes كوما نوت اوكي, عشان كده قاموا سموها ستيت هايبرزمولال هايبرجلايسيميك ستيت. طيب نبدا بالدي كي اي. دي كي اي او ديابيتيك كيتاسيدوزيس از ميديكال ايمرجنسي. ميديكال ايمرجنسي لانه المورتيليتي ريت بتاعتها فيري هاي. Medical emergency principally occur in people with type 1 diabetes. تحصل الناس اللي عندهم type 1 diabetes. Mortality rate is higher in developing country. Mortality rate أصلاً high, لكن is higher في developing country and among non-hospitalized patients. يعني في الدول النامية mortality rate very high. هناك طبعاً لأنه عندهم intensive care unit, في الكير أحسن, فالoutcome بيكون أحسن. لكن هنا في ال developing country المورتيليتي ريت فيري هاي, وكمان especially among شنو ال non hospitalized patient. ال patient لو ما رقدته مورتيليتي ريت فيري فيري هاي, ولو رقدته وكان ما في high dependency unit HDU مرات بيكون مورتيليتي ريت هاي. طيب may be presented feature of diabetes. في ناس كتار بيجي المستشفى بحاجة ما يجيب abdominal pain ويجي dehydrated, ممكن ريحته تكون أسيتون, هو يكون أصلا ما عنده سكري. يعني السكري بتاعه جاء البريزنتيشن بتاعه جاء بي دي كي اي. انت بعد ذاك لما تفحص اليورين وتفحص البلاط بتلقى ان الزول ده عنده هاي جلوكوز وهاي أسيتون واسيد يعني لو بي اتش تيبيكال دي كي اي, وهو ما عنده سكري. معناها السكري جاءه يعني البريزنتيشن فيتشر جاء بشنو بي دي كي اي. ناس كتار يعني يكون ان دياجنوست وفجأة بيجي وفي الأخير بيكون الدياجنوست بتاعه لأنه طبعا ما عنده صح جاو السكري وهو لسه بياكل فيه سكر ونايفة, في الأخير بيجي بيحصل لايبولايسيز وبيحصل كيتون بودي أكوميليشن وأسيدوز وكده. طيب maybe precipitated by stress particularly infection in those with established diabetes. الناس اللي اصلا عندهم ديابيتس ممكن لو جاوا انفكشن او ستريس ممكن يجيو شنو, ممكن يجيو دي كي اي. ليه؟ لانه في حاله الستريس وفي حاله الانفكشن الحوجه للانسولين بتزيد. ما هو انت في الاخير بتاخد فيكس الدوز. الانسان الطبيعي الانسولين بتاعه سنسر نيجاتيف فيدباك, سكر زاد الانسولين بيفرز. لكن الانسان اللي عنده سكري بالذات الانسولين ديبندنت ياخد فيكس الدوز, ياخد مثلا لو كان انسولين المخلوط ده بياخده صباح ومساء لانه عمره 12 ساعة, بياخد مثلا سي الجرعة تلتين الصباح وتلت المساء. يعني ممكن الصباح يكون بياخد سي 30 والمساء 15 مثلا. طيب دي الحوجة بتاعته الطبيعية في الاوقات الطبيعية, لكن في اوقات الاسترس والانفكشن الحوجة بتاعته بتزيد, لكن هو ما بيزيد الجرعة بتاعته, فبالتالي ممكن يخش في عملية بتاع الدي كي اي. وطبعا يا جماعه الاسترس اهم وحده في الاسترس بتعمل الدي كي عند الناس الكبار هي الام اي. يعني زول كبير طبعا عنده ديابيتس ويش وجاك بدي كي اي وفتشت انفكشن ما لقيت, لازم تعمل اي سي جي, لازم تعمل اي سي جي لانه ممكن يكون ام اي. طيب سم تايمز دي كي اي ديفلوب بيكوز اوف ايرور ان سيلف مانجمنت برضه لو ميس دوز. يعني المعروف انه الدي كي اي البريسيبيتيتنج فاكتور ايز انفكشن وده الموست كومن, ايزر ميس دوس يعني سافر نسى هنا او نسى في جرعه نساها كويس, ايزر انفكشن او ميس دوس او طبعا ام اي والحياه الاستريس النادي. طيب اديكي ايه كاردينال ساينز في ثلاثه حاجات دي الكرايتيريا بنسميها الكرايتيريا فور دياجنوزيس دي كي ايه. الاسيتون
في اليورين. طبعا ايزر هايبر اسيتونيميا ان يكون اكتر من او يساوي 3 ملي مول بير لتر، ودي داير انك تقيس الاسيتون في البلط. نحن هنا بنقيس الاسيتون في اليورين، يكون عندك اكتر من 2 كروس، اكتر او يساوي من 2 كروس في اليورين. واحد انه البلط جلوكوز يكون اعلى من 200 او 11 ملي مول، عم تضرب عشان تحول من ملي مول لملي جرام تضرب في 18، طيب اكتر من 200. اول زول يكون نون ديابيتس، اكتر من 200 او نون ديابيتيك، لانه في حاجه اسمها دي نادره يعني بس نقولها لكن خلوها، في حاجه اسمها اي يو جلايسيميك دي كي اي، يعني هي دي كي اي تنطبق عليها الثلاثه حاجات، لكن اي يو جلايسيميك يعني ممكن يكون الجلوكوز 150 مثلا نورمال، فدي نادره، لكن المهم انه ايزر زول عنده هايبر جلاسيميا او نون ديابيتيك. الحاجه الثالثه عنده اسيدوزيس، بي اتش اقل من 7.3 او بايكربونات اقل من 15 ملي مول. ثلاثه حاجات تو دياجنوز دي كي اي يا جماعه، ثلاثه حاجات شكيت فيها طوالي، في ثلاثه حاجات يعني تعمل يورين فور شوجر ان اسيتون، تشوف هل في تو كروس اوف اسيتون اور مور، وان كروس ممكن يكون من الفوميتنج من الاستارفيجن، لكن تو كروس اوف فوميتنج. وطبعا انت لازم تعيده، لو لقيت وان كروس اديه كم ساعه وعيده لحد ما يتاكد انه ذيس از نوت تو كروس فوف ان ابوف بلاد جلوكوز ابوف 200 بي اتش ليس ذان 7.3 اور بايكربونات ليس ذان 15. اديك ايه باصو فيسيولوجي، هايبر جلاسيميا كوزز اوزموتيك ديوريسيس ليدنج تو دي هيدريشن اند الكترولايت لوس. احنا عارفين يا جماعه انه الجلوكوز ده بيحصل له فلتريشن في الكدني مع البلازما، وبيحصل له ري ابزوربشن، لكن الرينال عندها سلي شولت، لو البلد جلوكوز زاد من 180 بتسحب الجزء اللي بتقدر عليه، الباقي بينزل في اليورين. ده حد ده العتبه بتاعته بسموه الرينال سلي شولت، 180 اكتر من 180 هينزل في البول، في جزء هينزل في البول ما حد يقدر ترجعه. طيب هنا المشكله انه الكميه كبيره وجات نازله في البول، والكلى حاولت تعمل ري ابزوربشن للي بتقدر عليه، والباقي جا نزل. يا من جا في الكولكت انضغط محل ما بيعملوا ري ابزوربشن للووتر اندر الانتي ديوريت هرمون، المهم بيعملوا ري وكونسنتريشن لليورين وكده، هيحاولوا يسحبوا المويه، لكن ورد في جلوكوز ما قدروا يسحبوه. الجلوكوز ده هيقوم يعمل مقاومه ازموزيه، هيسحب مع المويه بالقوه الازموزيه، فهسه الحاجه اسمه اوزموتيك ديوريسيس، يعني البول بيكون كتير. ليه؟ لانه الجلوكوز نازل كتير، الجلوكوز اوريدي يترشح، طبعا بيترشح زيه زي باقي حياة الدم، يترشح في الكلى، يوم جه في نزل في الرينال تيوبيول يمتص، قدروا يمتصوا الباقي ما قدروا، فبقى يعمل مقاومه اسموزيه بينزل، فعشان كده العيان بيحصل له دي هيدريشن، بتلقى دي هيدريتد لانه كميه بتاعت ووتر بتنزل، ومع الكترولايت طبعا لوس، لانه عدم الري ابزوربشن برضه ممكن يحصل الكترولايت لوس. طيب كيتوزيس از كوز باي انسولين ديفيشنسي اكزازيربيت باي ستريس هرمون، طبعا الانسولين ديفيشنسي هيخلي الاستريس هرمون تفرز الكيتوكولاماينز كويس، اللي هي بتعمل شنو؟ بتعمل لايبولايسيس، هيقوم يبدو يكسروا في الدهون وسبلاي الفاتي اسيد للليفر عشان تعمل شنو؟ عشان تعمل كيتوجينيسيس. المشكله انه اي كيتون بتطلع بيطلع معاه شنو؟ هيدروجين ايون. وين الكيتون؟ الكيتوز اكسيد ذا كابيسيتي اوف ميتابوليك اسيدك كيتون زيز اكوموليت ذا بلوت، ذا ريزلت انه يكون في اسيدوزيس. طيب عندنا هيدروجين ايون، لانه مع الكيتون بينتج هيدروجين ايون، كل ما تنتج كيتون تكسر الدهون وتنتج كيتون بينتج معاك هيدروجين ايون. طيب الهيدروجين ايون ده هيعمل شنو؟ هيمشي يخش داخل الخلايا، هيعمل ديسبليسمنت للبوتاسيوم، بوتاسيوم طبعا ريتش انتراسيلولار، الهيدروجين ايون هيخش انتراسيلولار يطلع لنا البوتاسيوم اوت سايد، والبوتاسيوم طبعا هيحصل له لوس وين؟ في اليورين مع الاوزموتيك دياليسيس، بو بينزل كل مره يطلع من داخل الخلايا ويحصل له لوس. طيب او لو كان في فوميتنج، طبعا الدي كي اي برضه ممكن بيحصل فيها ابدومينال بين فوميتنج زي ما هشوف في الكلينيكال برزنتيشن. طيب البيشنت ويز دي كي اي هاف ا توتال بودي بوتاسيوم ديفيسيت، ليه؟ لانه حتى ولو انت قست البلط ليفل اوف بوتاسيوم لقيته نورمال، حتى ولو، لانه زي ما قلنا المخزون داخل الخلايا بيحصل الهيدروجين بيخش جوه بيطلع البوتاسيوم، في جزء بيكون كله بينزل في البول وجزء منه بسيط بيقعد، فبخلي البلازما يكون نورمال، لكن اكشوال مجرد انت ما تبدا انسولين يحصل له شيف داخل الخلايا، او الهيدروجين ايون يطلع
من يحصل تشيل الاسيدوز هيدروجين ايون هيطلع، البوتاسيوم هيقوم يخش داخل الخلايا، بعد شويه البلوت مستوى البلوت هيحصل له دروب. طيب عشان كده فيري سيريس، فيري سيريس انه انت لو بديت الانسولين كان اصلا البوتاسيوم ناقص ممكن العيان يحصل له ديس ايفن. طيب زي ما قلنا بيحصل لوس للبوتاسيوم وانس انسولين ستارتد، نحن عارفين انه علاج الهايبركاليميا شنو، عيان البوتاسيوم بتاعه عالي، مع بوتاسيوم يا جماعه من اعلى شديد خطر، لانه ممكن يعمل كاردياك ارست، خطر اميرجنسي، سو البوتاسيوم فوق 6.5 7 اميرجنسي، ده لا يبرأ لكن نتكلم عنه كويس لانه اميرجنسي. تدي كالسيوم جلوكونات عشان تستابلايز ذا هارت، الكالسيوم جلوكونات بيخلي الهارت ما يحصل له الريست، انت اول حاجه تضمن الهارت، بعدك تنزل البوتاسيوم، تدي كالسيوم جلوكونات كويس 10 مللي جرام اللي هي في 10 سي سي، تديها في 10 دقائق رول اوف 10، مجرد ما اديت الكالسيوم جلوكونات انت عملت استابلايز للهارت. طوالي بتدي انسولين وجلوكوز، تجيب الدي 50 الصغير ده وتدي معاه 10 وحدات بتاع الانسولين، تديها له تدي الجلوكوز تدي معاه الانسولين، طوالي شنو انسولين مع جلوكوز، الانسولين ده يبدا يشتغل بيدخل البوتاسيوم داخل الخلايا، البوتاسيوم بيطلع نورمال. هنا يلا المشكله انك انت هنا هتقوم تبدا انسولين، الانسولين ده هيعمل لنا شنو، هيقوم يدخل لك البوتاسيوم داخل الخلايا، بالتالي وداخل الخلايا فاضي فهيدخله، فبعد شويه هيحصل ضروب في البوتاسيوم، ممكن طبعا الهايبوكاليميا بتعمل الاريتميا بتعمل المصل ويكنس ممكن تقتل العيان. طيب عشان كده فيري سيريس انك انت لما تبدا الانسولين يا جماعه تكون عارف مستوى البوتاسيوم، الا لو اكتر من 5.5 5.5 حتى ما بتدي انسولين، ما بتدي سوري بوتاسيوم، لكن لو كان 5 مش عاليه 5 انت بتبدا لما تبدا الانسولين لازم تبدا معاه بوتاسيوم، لانه فيري سيريس الانسولين بيدخل لك البوتاسيوم، ونحن عارفين انه في بوتاسيوم رصاص، تكلمنا من قبل انه هيدروجين ايون بتخش داخل الخلايا بتطلع البوتاسيوم، بوتاسيوم بيطلع اكسترا سيلولر بيترشح في اليورين كويس، بدل ما يعيد امتصاصه لانه في اوزموتيك دياليسيس بيحصل له رص في شنو؟ في اليورين. طيب في الدي كي اي قلنا في ووتر وفي الكترولايت لوس، الووتر يقدر اللص ب 10% من وزن الانسان الطبيعي، لو وزنه 60 في 60 كيلو هيكون 10% منه لتر، طبعا اللتر وزنه كيلو اللي هي 10% 6 كيلو 6 لتر ووتر، في ناس بيكون 7 لتر لكن ده المتوسط اللي احنا بنعالج بيه زول العضل. طيب الصوديوم بيعتقدوا انه الفقد 500 ملي مول، الكلورايد 400 ملي مول، البوتاسيوم 350 ملي مول. طيب الفلويد بيعتقد انه في 3 لتر من الاكسترا سيلولر بيعمل لها ريبليسمنت بالنورمال سيلاين، وفي 3 لتر في الانترا سيلولر بنعمل لها ريبليسمنت بالديكستروز، هنشوف بعدين استخدام الديكستروز كيف، 10% ديكستروز. طيب السيبتومز الكلينيكال فيتشرز، بوليوريا تكلمنا عنها، ازماتيك ديوريسيس، سيرستي لانه اوريدي الاسمولوريا الحاصل دي هيدريشن حاطر ووتر لوس، حاصل ووتر لوس بيحصل سيرستي. طيب ويت لوس ديفينيتلي كويس لانه اول حاجه فوميتنج وبتاع، والويت لوس طبعا ويكنس، يكون في ويكنس لانه اصلا في اسيدوزيس وفي بوتاسيوم لوس وكده، يكون في نوزيا وفوميتنج، دي اهم حاجات النوزيا والفوميتنج يا جماعه، والابدومينال بين بيجي بيها مرات كتير، ابدومينال بين يجي بيها الم شديد قبضه في بطنه ونوزيا وفوميتنج وليك كرامب، كلها تلقاها شنو متشنيه او يعني متصلبه كده او يعني شاده، العين شاده كرامب او تريف بليرد فيجن، هذه كلها من السيبتومز بتاعت الديكي. الساينس دي هيدريشن الهايبوتنشن كويس، تاكي كارديا اذا جاو دي هيدريتد هايبوتنشن تاكي كارديا، الاكستريمز بتكون كولد طرافه بارده ممكن تلقى بريفرا سيانوزيس، وبتلقى عنده الكوزمال بريسن، كوزمال بريسن ليش؟ عن الاسيدوزيس الريسبيراتوري سيستم بيحاول يعمل شنو، بيحاول يعمل كومبنسيشن للاسيدوزيس بانه يعمل واش اوت للسي او 2، طبعا السي او 2 بدي دم حمضيه، فهناك في متابوليك اسيدوزيس بالتالي في احسن ريسبيراتوري الكلوزيس يعني عادل،
حاولوا يعملوا واش اوت للسي او 2 عشان شنو؟ عشان يعادلوا يعني يحصل اسيد بيس بالانس. فبتلقى العيان بتنفس كوزمو البريسين وبتشم ريحه الاسيتون في شنو؟ اللي اسمه له فاسيتون، بتشمها في النفس بتاعه. يكون في هايبوثيرميا طبعا في الحتات البارده، بتلقى العيان هايبوثيرميا لانه اصلا هو دي هيدريت، الدم ما واصل لاطرافه وما واصل لجسمه. بتلقاه كونفيوزن، ممكن يحصل له دراونس، ممكن يخش في كوما. يخش في كوما يا جماعه، الموضوع فيري سيريس، مورتيليتي ريت فيري هاي. فدي من الاعراض. عشان كده لازم يا جماعه السسبيشس يكون فيري هاي. اول حاجه زول عنده سكري يبقى جزء من الاعراض دي، اول حاجه لازم تعمل له اليورين شوجر ان اسيتون، وتعمل له بلاد جلوكوز والاي بي جي ارتيريال بلود جاز اللي هي فيها البي اتش والحياه دي. طيب اديكي انفستيجيشن، ذا فولوينج ار امبورتنت بت شود نوت ديلي. يعني انت مجرد ما كلينيكالي شخصتها بتدي فلويد، تدي اي في فلويد، تدي نورمال سيلاين في الاول كويس، بتدي لتر. طيب بتعداد اول حاجه بتشيل عينه طبعا لليوريا والالكترولايت، بترسلها لللاب وبتدي شنو في النورمال سيلاين، لانه اوريدي هتلقى هايبوتنشن، انت اوريدي لازم تعالج الاعراض دي، تشيل عينه وبعد ذلك تبدا تعالج الاعراض دي. طيب هتعمل البلد جلوكوز، هتعمل البلازما باي كربونات اللي هي اي بي جي، دي حاجه اسمها اي بي جي ارتيريال بلود جلوكوز، بيشوف لك الباي كربونات والبي اتش وكل الحاجات دي. هتلقى البي اتش ناقص اقل من 7.3 والباي كربونات اقل من 15، تعمل يورين وبلازما كيتون، تعمل اي سي جي تشوف السبب بتاع هنا، تعمل انفكشن سكرين الناس السي بي سي والسي ار بي وتشيس اكس راي ويورين كلتشر عشان تشوف السورس اوف انفكشن وين وين، هل عنده ديابيتك سبتك فوت، هل عنده كراع ملتهبه، كان عنده كراع السكري، دي كلها انت لازم تشوفها عشان تعرف شنو، عشان تعرف الكوز. ما نحن يا جماعه في الديكي عندنا خمسه حاجات المفروض الناس تكون حافظه. اول حاجه ال 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 الكوز اوف ديكي، يعني الحاجه اللي حفزت انه يحصل ديكي انفكشن ام اي، عشان نعالج الحاجه دي، ما هي انت لازم تعالجها، ما بتعالج الدي كي بس. الكوز بتاع واحد، الدي هيدريشن اثنين، البوتاسيوم ثلاثه، الانسولين اربعه، خمسه عشان تشيل الاسيدوزيس، الاسيدوزيس طبعا بالفلويد بتشال وكده. طيب خمس حاجات دي لازم نكون كير اباوت ات، ولازم نعرف شنو سبب عمل تحفيز للدي كي. طيب الدي كي اي ايمرجنسي مانجمنت، اول حاجه استابليش اي في اكسس، اسيس ذا بيشنت اند بيرفورم انيشال انفستيجيشن. اول حاجه اعمل ركب له كانولا، اثنين كانولا بيجي بيجي، انه هيحتاج لي قدام هنشوف هيحتاج لي اكثر من كانولا. تبدا له طوال نورم السيراين دريب بتعمل ايه؟ طيب لو كان السيستوليك بلود بريشر اكثر من 90 بيهديه لتر في ساعه، ده البروتوكول اللي هنشوفه. لو كان لا حاصل له هبوط شديد والسيستوليك الانقباضي الضغط الانقباضي اقل من 90 بندي لتر في نص ساعة، اللي هي بندي 500 في الاول في ربع ساعة، 500 تاني ممكن في ربع ساعة هيكون لتر في نص ساعة كويس. اذا دائما تعمل رياسس، ما تعمل يا جماعة سيركيليتور اوفرلود، يعني انت هدي تدريب واحد في ربع ساعة وعمل اسسمنت للعيان. فإذا طلع لسه البلوت بريشر طبعا لو لازم تستعيد بسينير، لكن ممكن تدي دريب تاني عشان يكون لتر كامل في نص ساعة. طيب بعد ذاك طبعا بيجينا نتيجة البوتاسيوم، ما بتبدا الانسولين. الحكاية دي يا جماعة خطوها يعني very important، ان do not start انسولين management unless you get البوتاسيوم result. ما تبدا ممكن تقتل العيان، ممكن تبدا الانسولين بيجاي يكون اصلا هو بوتاسيوم 3.3 ناقص، انت جيت بيجاي طوالي بعد ما اديت الفلويد حينقص اكتر، بعد ما اديت النورمال سيلاين كمان من 3.3 حينقص اكتر، ممكن يقبل 3 او 2.8. تيجي تبدا انسولين طوال العيان ممكن يموت. فعشان كده انت بتبدا الفلويد الليتر الاول ده بتديه من غير بوتاسيوم من غير انسولين، تدي الليتر الاول بتاع الدي كي يا جماعة كويس، تدي له في نص ساعة وفي ساعة حسب البلود بريشر بتاعه، دي القاعدة الأولى كويس. وخلونا أقول إنه الدي كي اي مانجمنت لازم أي طبيب يكون بيعرف الدي كي اي مانجمنت، مين بتاع الامتياز
very important. يعني دي الحاجة الأساسية اللي بتوري إنك أنت is good doctor, safe doctor or not. safe doctor معناه لو خلوك safe, أنت safe ما بتقتل العيان. عشان كده الليتر الأول ده, عشان كده الكلام ده يا جماعة كله في الساعة الأولى لما جاك العيان, في الساعة الأولى كويس. أديت الليتر الأول ده أيزر أديته في نص ساعة أو أديته في ساعة أو تدي فيها أقل من ساعة إذا كان البلوت بريجر أقل من 90 وكده. طيب زي ما قلنا تجيك نتيجة البوتاسيوم, لو البوتاسيوم كان أكتر يعني كان 5.5 and above ما بتدي أنسو, ما بتدي أنسو, ما بتدي بوتاسيوم, هتبدأ الأنسولين طوالي هتحل لك 50 وحدة في 50 مل, بحيث إنه كل مل يكون فيه وحدة بتاعت أنسولين. وبتدي الأنسولين يا جماعة في الدي كي اي بتدو 0.1 يونت بير كي جي بير أور. يعني مثلا العيان ده وزنه كم؟ وزنه 60, بضرب 0.1 في 60 اللي هي 6 وحدات كل ساعة, بركب عادي بركب ال 50 مل دي بركبها في حاجة اسمها انفيوجن بامب. انفيوجن بامب بقول له والله يمشي لي 6 مل في الساعة كل ساعة. الستة مل دي فيها كم؟ فيها ستة وحدات بتاعت انسولين. وزنه 60 مثلا هيكون ماشي بريت 0.1 طوالي مستمر. طبعا الكلام ده غرابة 24 ساعة لحد ما يطلع لك من الدي كي اي. لازم تمشي الانسولين بريت 0.1, لكن زي ما قلنا اول حاجة لازم نكون شفنا قراية البوتاسيوم. دي الحتة الكريتيكال اللي ممكن تقتل العيان. انت شفت البوتاسيوم هاي كان فوق ال 5.5 is alright, ما فوق ال 5.5 تبدا طوالي الفلويد الراكب بيجاي, ما انت بتدي الفلويد بيجاي والانسولين بيجاي. يعني ما بتدي الفلويد دي ما بتجيف يا جماعه, بتديك ايه ما بتجيف. اديت اللتر الاول من غير بوتاسيوم, لما جيت تركب الانسولين لقيت البوتاسيوم ناقص من ال 5.5 طوالي بتكسر بوتاسيوم شنو في الدريبات بتاعت النورمال سيلاين, بتكسر لك 40 ملي مول, بتركب عادي دريباتك بتاعت الملح دي فيها بوتاسيوم وبتدي الانسولين كده انت سيف. طيب بيرفورم فيرزر انفستيجيشن طبعا, وبعد ذاك بنعمل ساعة كل ساعة تقيس الجلوكوز والكيتون كويس, وتعمل اي بي جي تقيس البوتاسيوم كل ساعتين كويس, والازر الكترولايت كل 4 ساعات. يلا دي حاجات very important. بعد ذاك بتشوف لو في precipitating cause انفكشن على الجل, انفكشن ادي انتباتك. كان في ام اي طوالي ابدا حياة الام اي كلها الاسبرين والول والول ابدا حياة الام اي. لا والله كان عنده مثلا whatever كان الحاجة, ممكن يكون استرس, يكون عنده اديسون الكورتيزول انسون. طيب يلا المانجمنت, انا حدي الفلويد كيف؟ زي ما قلنا الديفيشنسي هم قالوا 6 لتر في الانسان الابيض, ممكن تكون أكتر لو كان وزنه عالي ودي هيدريت شيء, ممكن تكون أكتر 7 لتر. الستة لتر دي انت المفروض تديها خلال 24 ساعة تكون اديتها. طبعا كمان لو اديتها سريع ممكن تدخل عيان في شنو في فلويد اوفرلود, وممكن يحصل له بالمنري وديما وتبهدله لو كان بالذات زول إلدرلي او زول ينك شديد. طيب بندي نورمال سيلاين في حالة عدم وجود النورمال سيلاين بندي لاكتيت رينجر, لكن البروتوكول يقول انه النورمال سيلاين مقدم على اللاكتيت, لكن الاثنين بينفعوا. هم بيقولوا الاثنين بينفعوا, لكن اذا في نورمال سيلاين وفي لاكتيت رينجر تدي النورمال سيلاين, اذا ما في اللاكتيت رينجر بيشتغل شغله بيشتغل ممكن تدي على النورمال سيلاين. فيلا هنبدا نورمال سيلاين اللي هو 0.9, هندي لتر في الساعه الاولى اللي هو اللتر ده عباره عن دريبين يا جماعه كويس. اللتر ده عباره عن دريبين. طبعا قلنا قبل السيستوليك بلود بريشر اللي لقيناه اقل من 90 العيان ده خاشي في هايبوتنشن, ممكن ادي اللتر الاول ده في نص ساعه. طيب اللتر لما نقول لتر في ساعه معناها ماشي بريت كم؟ معناها ال 500 مل بتمشي في نص ساعه, معناها ماشي بريت 500 او بريت لتر في الساعه. يعني لتر في الساعه هنا بعد هو اللتر الثاني ده هيمشي في ساعتين, معناها ماشي بكم؟ معناها ماشي بريت 500 مل في الساعه. في الساعتين بمشي لتر 500 مل في الساعة, هنا ب 250 مل في الساعة, 250 مل في الساعة. الدريب السادس أو اللتر السادس ممكن أديه في خلال 6 ساعات. طيب إذا البلد جلوكوز نزل لي من 250 كل مرة أنا بقيس الجلوكوز ده كل ساعة يا جماعة, مجرد ما حصل ضرب ليه البلد جلوكوز من 250 نزل من 250
بغير طوالي بركب 10% جلوكوز بقيت 125، يعني الدريب ده حمشي في 4 ساعات نضرب 500، بركب بقيت 125 في الساعة معناها 4 ساعات حيكون انتهى. طيب نقول الكلام ده تاني، المانجمنت اوف دي كي ايه، مانجمنت اوف دي كي ايه عيان خلاص شخصت انه دي كي ايه، رسلت الانفستيجيشن لللاب، كان عملت اليورين ايرجنت لقيت فوق اسيتون، العيان كوزمال بريسين كل الحياه ديابيتي كويس، وخدتها لنا دي كي ايه، ركبت له اللتر الاول دربين اخذهم في ساعه، كل نص ساعه ياخذ درب. طيب في الوقت ده قبل ما اركب الدريبات كان شلت الدم للفحوصات، ركبت الدريب الاول مشى في نص ساعه، الدريب الثاني في نص ساعه، وبقيس له البلد بريشر والعيان كلوز اوبزرفيشن. طيب جاتني الفحوصات والله جاني البوتاسيوم كان 4، لا 4 دي معناها انا ما ينفع ابدا انسولين الا اديه بوتاسيوم. طوال الدريب بتاع اللتر الثاني ده، ما هو اللتر ده معناه دريبين، في اي دريب بكسر لي كم؟ بكسر لي في 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 في, في الدريب ده بكسر شنو؟ بكسر لي في كل الليتر بكسر 40 ملي مول، يعني بكسر 20 في كل دريب، 20 في الدريب الاول و20 في الدريب الثاني، بقت 40 ملي مول في الليتر همشي لي في ساعتين. كويس؟ طيب وطبعا سيف انك انت تمرر البوتاسيوم في 4 ساعات، يعني السيف انه يعني كل ما اديت بوتاسيوم تمرره ابطا. كويس؟ لانه البوتاسيوم لو طبعا لو حقنته سريع ممكن يعمل كارديك ارست، خطر بيقتل يعني. مررت بوتاسيوم كان بوتاسيوم ماشي بطيء، زول فتح الدريب مرره سريع العيان بيموت. ف للضمان انت ممكن تدي في اللتر ده انه حيمشي في ساعتين تدي 20 ملي مول. كويس؟ لكن لو 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 بي لو بانفيوجن بامب وكده، او ب يعني البتاع الدريب اللي هو بسمه شنو، اللهم صل على سيدنا محمد، لو في المايكرو دروبر بتاع الدريب ده وتظبطه على ريت 500 في الساعة عشان ما يمشي ب 500 في الساعة عشان الليتر يمشي ليه في ساعتين، فبكسر في أي دريب 20 ملي مول. بعدك طبعا لما نيجي يمشي في 4 ساعات بيكون سيف. طيب بنقيس جانا البوتاسيوم كده، سي مركبين شنو؟ مركبين الأنسولين، مركبين الأنسولين في انفيوجن بوم ماشي بريت 6 مل في الساعة، اللي هو فيها 6 وحدات في الساعة حسب وزنه 60، وهي ماشي الفلويد اللي هو النورمال سلايم مكسور فيه البوتاسيوم ماشي ليه. طيب مجرد وبقيس كل مرة البلد جلوكوز، البلد جلوكوز ده لو نزل من 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 200 من 250، أنا طوالي بقلل هنا مؤسسي يا جماعة، العيان ده من الساعة الرابعة دي، يعني من الليتر الرابع ده هيكون ماشي بريت كم؟ بريت 250 مليتر، 1000 في 4 ساعات ماشي بريت 250. مجرد ما جيت الجلوكوز ده نزل هقوم اركب جلوكوز بريت 125 وبخلي ده يمشي بريت 125، الفلويد نفسها هتكون 250 لكن نورمال سيلاين بريت 125 وجلوكوز بريت 125. كويس؟ طيب الجلوكوز ده مهمته شنو؟ الجلوكوز ده مهمته انه بيعمل لي ري هيدريشن للانترا سيلولار يا جماعه. نتبيل قلنا شنو؟ قلنا الري هيدريشن للانترا سيلولار. ليه؟ لانه النورمال سيلاين ايزوتونيك سوليوشن ما بخش عليه انترا سيلولار، هيقعد لي ده في الاكسترا سيلولار سبيس، معناها النورمال سيلاين مهما تدي هيدخل لك المويه في اكسترا سيلولار سبيس لكن ما يخش لك انترا سيلولار. عشان يخش انترا سيلولار ده هايبوتونيك سوليوشن، الديكستروليا لما يخش مجرد ما استهلك الجلوكوز هيفضي المويه، بس المويه از هايبوتونيك هتخش داخل الخلايا، فبالتالي بيعمل لك شنو؟ بيعمل لك ري هيدريشن للانترا سيلولار. طيب زي ما قلنا بي مور كوشس ويز فلويد ريبليسمنت في شنو؟ في الاولدر او اليونج بيبول، لان ممكن يحصل لهم بالمنري وديما، في البريجمنت وومن. كويس؟ والناس اللي عندهم رينال او هارت فيلير ما حيتحملوا لك اللود العالي ده.
وفي اللحظة دي يا ما هتعمل شنو؟ أنسب حاجة إنك بس تركب الفلويد بأريتمية 250، بدل ما أقعد أدريف في نص ساعة وبعد فيه يحصل له سيركيوليتري أوفرلود، الهارت ما يتحمل ويحصل له كومبليكيشن أو يتوفى أو كده. شخص أولد شديد أو بريجننت وومن أو رينال بيشنت، بالذات الرينال والهارت بيشنت دي ما حيتحملوا لك. تزول لقيته رينال أو هارت بيشنت بتديه كده، بتركب له دريبات ديرت 250 بس، معناها كل كل ساعتين هيخلص دريب. الدريب ما 500 صح، وفي الساعة ماشي بيرت 250، كل ساعتين هيركبوا له دريب، كل ساعتين هيكون ماشي انفيوجن مستمر طوالي. ده طبعا بيكون بانفيوجن هنا بي لاين، يعني بامب انفيوجن بامب، بتخد تركب الدريب وتظبطها هنا على 200 او بمايكرو دروبر، خلص الدريب ده يركب بعد يبقى 250. اذا لقيت الصوديوم، ودي يعني نادر ما قاعد نلقى الصوديوم هاي، لكن لو لقيت الصوديوم هاي ممكن تستخدم المحلول اللي اسمه هاف نورمال سيلاين، يعني هو نورمال سيلاين لكن هاف نورمال سيلاين ممكن تستخدمه. طيب هنا زي ما قلنا البوتاسيوم لو كان اكثر من 5.5 ما بندي بوتاسيوم، لو كان ما بين 3.5 ل 5.5 بندي 40 ملي مول كويس في كل لتر. زي ما قلنا بنكسر 20 في ال 500 الاولى و 20 في ال 500 الثانيه، يمشي لنا في ساعتين او يحبذ انه في 4 ساعات. في ساعتين ممكن، لكن يحبذ انه كل ما انت طولت الزمن كل ما احسن، لانه البوتاسيوم فيري سيريس خطر. فساعتين سيف، لكن لو قلت من ساعتين مشكله، فاربع ساعات كان مور سيف. لو كان اقل من 3.5 انت المفروض تزيد البوتاسيوم، لكن لانه البوتاسيوم خطر لو زاد من 40 ملي مول في اللتر في ساعه ممكن ياثر، لازم تستشير شنو سينير. زي ما قلنا في الفيرست تو باك اللي بنديها للعيان بتكون فيها بوتاسيوم، بنقيس البوتاسيوم لو طلع له بنكسر لنا 20 ملي مول في كل دريب، فمعناها اللتر هيكون فيه 40 ملي مول وكده. لو كان البوتاسيوم اعلى من 5.5 بنديه بوتاسيوم لحد ما نعمل فيرز اسسمنت، يعني بنقيس كل مرة السكر والأسيتون والبوتاسيوم لحد ما البوتاسيوم ينقص حتى من جملة دي بوتاسيوم. طيب يلا كده من 6 ل 12 ساعة، الكلام ده كله طبعا كان في شنو؟ من الساعة الأولى للست ساعات الأولى، من الساعة الأولى 60 دقيقة للست ساعات الأولى. يلا من الست ساعات ل 12 ساعة هنشوف الكلينيكال ستاتس بتاعت العيان. المفروض يا جماعة العيان يكون يتحسن، مجرد ما أخذ الفلويد المفروض يكون العيان. لو بعد من 6 ساعات ل 12 ساعة العيان حالته ساءت، تفكر في انه حصل سليبرال اوديما، دي فيري سيريس، عشان كده لازم تنادي سينير طوالي. طبعا يا جماعة عموما الدي كي ايه بندخلها في العناية الوسيطة والاتش دي يو، هاي ديبندنس يونت، لانه ما ينفع يكون راقد في العنبر وتمر عليه، لانه انت لازم تكون بتمر عليه، يعني لازم الاوبزرفيشن يكون كلوز. بس العنبر انت بتمر عليه مثلا صباح ومساء كل 12 ساعة، ده في 12 ساعة ممكن تلقى ميت، فانت لازم يكون في عنايه وسيطه بحيث انه انت كل ساعه، طبعا العنايه الوسيطه تكون فيها طبيب مداوم يعني. فانت مثلا لو انت ما مداوم في العنايه الوسيطه ده عيانك بتوصي عليه الطبيب ده، وانت كل مره بتتابع معاه بتيجي تشوف المونيتور البلود بريشر عامل كيف، قرايه الجلوكوز، الحقيقه الجلوكوز كل ساعه منو بتاع ده الا في العنايه الوسيطه، فبتيجي تشوف قرايه الجلوكوز، قرايه البوتاسيوم، وفي حاجه تغيير في الخطه بتغيرها وهكذا. طيب زي ما قلنا كونتينيو الاي في فلويد، كونتينيو الانسولين، بعد ذاك اسس. لو لقيت العيان حالته ساءت المفروض احسن ليه امبروف، اصلا المفروض في اللحظه دي بعد 12 ساعه يكون امبروف. لو حالته ساءت فكر في سليبرال اوديما، وافويد الهايبوغلاسيميا، انك تنقص الجلوكوز ده، وهو كان الجسم متعود على هاي جلوكوز فهي هتنقصه، هايبوغلاسيميا هتضره ضرر شديد. طبعا لو شكيت في سيريبرال اوديما او لقيت حالة العيان ساعد مع الفلويد، انا سيريبرال اوديما مرات بندي دكساميثاسون، او ممكن ندي مانيتول عديل، مانيتول اللي هو بنقص لنا بيشيل بنقص يعني بيعمل ديوريسيس كويس، بنقص الانتراكرينال بريشر، فممكن ندي مانيتول او حاجه اسمها هايبرتونيك سيلاين، او مرات بندي دكساميثاسون وكان مايل. طيب بعد 24 اور زكيتونيميا والاسيدوز شود بي ريزولف، يعني عيان الديكي ده المفروض 24 اور يتحسن، يا اما حالته ساعد يا اما باصه.
يعني في 24 اور المفروض يتحسن لو ليجا مانجمنت صحيحه. لو ليجا مانجمنت ما صحيحه ممكن حالته تسوء، وممكن ايفن في ال 24 ساعه يكون هي باس اواي. طيب العيان لما يتحسن معناه البي اتش المفروض يطلع فوق ال 7.3، الباي كربونات تكون فوق ال 15، والاسيتون في اليورين يختفي تماما، ويسوى البلد جلوكوز ينزل يكون يعني لحد 250 وانت نازل. فثلاثة دول لو حصلوا معناه طلع من الدي كي، ممكن تطلعوا العنبر العادي يكون برضه تحت كلوز اوبزرفيشن. If the patient is not eating and drinking, continue IV insulin. لكن بتقلل الريت بعد ده، كنت هتديه مثلا هو وزنه 60 بريت 6، هتقوم تقلل الريت من 2 ل 3 كل ساعة. طيب وكونتينيو الاي في فلويد ريبليسمنت والبايوكيميكال مونيتورينج. اف الكيتو اسيدوز هاز ريزولف والبيشنت از ايبل تو ايت اند درينك، خلاص بعد ده بيرجعوا للجرعة بتاعته العادية اللي هو كان بياخدها شنو سبكيوتينس، بيرجعوا للجرعة بتاعته اللي هو كانت ديابيتك تيم مديها له، لا مثلا كان بياخد 40 الصباح و15 المساء، كويس 30 الصباح و15 المساء. طبعا دايما الجرعة بتكون مقسومة تلتين الصباح وتلت المساء، ده لو كان بياخد مخلوط. لكن في نوع تاني اسمه اللانتوس، ده بيتاخد بالمساء بيتاخد معاه والربيت، دي خطة براعي. لكن أغلب الناس بياخدوا المخلوط، مع إنها خطة قديمة لكن أغلبية الناس أنت بتقوم ترجعه لخطته اللي كان أصلا بياخدها بعد ما خلاص طلع من الدي كي، بترجعه تشوفه كان بياخد كم، وبعد ذاك بتخليه يتابع معاك عشان تشوف هل جرعة ذاتها كفاية ولا لا. Do not discontinue IV insulin until نص ساعة after subcutaneous short acting insulin injection. كويس، يعني ال IV ما بنوقفه إلا متين، إلا بعد ما أنا أدي subcutaneous بنص ساعة، لأنه subcutaneous ده امتصاص يا جماعة بكون بطيء، فأنا لو وقفت ده من بدري أنا عيان حيرجع لي للهايبر جلايسيميا. فخلاص لو بقى ياكل ويشرب والكيتون نضيف والبي اتش رجع فوق ال 7.3، طوال العيان بدخله في سبكيوتينس برجعه لجرعته العادية وبوقف منه الاي في بعد ما ابدا سبكيوتينس. طيب في حاجات تانية to be considered. yes العيان يا جماعة لو حالته ساعات عموما يعني مما جاله حالته سيئة بركب له يورين كاسيتر، بركب له انجي تيوب لو كان عنده فوميتنج شديد، ايفن لو كان هيمودايناميكلي ما ستيبل التو كان ولا ما احنا ممكن يركب له سنترال لاين عديل سنترال في السنترال دينا السنترال لاين. طيب الاي بي جي ضروريه وريبيت تشيس اكس راي، كويس نشوف الاكسجين ساتوريشن، برضه لازم نعمل الاي سي جي. اي زول يا جماعه فوق ال 60 سنه اتوقع انه يكون سبب الدي كي اي ام اي، عشان كده لازم. طيب ناس الدي كي اي يكونوا معرضين لانه تحصل لهم جلطات مع الدي هيدريشن، ممكن يحصل لهم جلطات في الوريد العميق، فبتدين بروفايلاكتيك سيروم بروفايلاكتيك اللي هو لو مولوكيولار ويت هيبرين، كويس زي الكليكسين والحياه دي، تديه يا اما هيبرين يا اما كليكسين اللي هو لو مولوكيولار ويت، كويس او انفراكشنيتد هيبرين الهيبرين العادي، او يعني الناس دايما الناس بيدوا كليكسين، بيدوا كليكسين بروفايلاكتيك دوس اللي هي 40 ملي جرام مرة في اليوم، 40 ملي جرام مرة في اليوم. طيب ده كده الدي كي اي. الدي كي اي يا جماعة is very important، عندنا خمسة حيات بنشوفها. سبب العمل exacerbation للدي كي اي نعرفه، لو infection ندي antibiotic، لو ام اي نبدأ حياة الام اي، لو استرس كورتيزول، المهم نشوف السبب كان شنو. الحياة الثانية الدي هيدريشن، نبدأ بالفلويد نورمال سيلاين 6 لتر، كويس زي ما قلنا لو زول كبير او بتاع بتبدأ بانفيوجن عشان ما تعمل التحمل على السيركيوليشن. بعد اللتر الاول وردي بتكون رسالة اللاب بتجيكنا 6 البوتاسيوم، بوتاسيوم اقل من 5.5 تبدأ طوالي بوتاسيوم تكسره في الدريبات وتبدأ الانسولين بتاعك بيريت بوين 1 بير كي جي بير اور، ويستمر كده يا جماعة. المفروض بعد يعني في 24 بعد 12 ساعة يكون العيان بدأ يتحسن. في 24 ساعة المفروض يكون طلع من الديكي، الديكي أصلا المفروض لو المانجمنت صح 24 ساعة بيطلع منها، يكون أخذ 6 لتر دي بيطلع من الديكي إيه، بيكون الكيتون نظيف كويس، كل الحياة رجعت نورمال، فبعد ده بترجعوا لجرعته القديمة. طيب
وزي ما قلنا لازم ندي في وقت رقاده ده بندي ال سرومبو بروفيلاكتيك دي بالذات حنجيه سرومبو بروفيلاكتيك في الهايبر سمولن هايبر جلايسيميك ستيت اللي هي الامرجنسي الثانية على الناس السكري. دي الكراتيريا بتاعتها ثلاثة حاجات او حاجتين ومعاهم دي هيدريشن. الحاجة الاولى انه بكون في سيفير هايبر جلاسيميا، دايما الجلوكوز بيكون اكتر من 600، ممكن تلقى 800، ممكن تلقى 900، ودايما الهايبر سمول هايبر جلاسيميك ستيت بتيجي للناس تايب 2 ديابيتس، الناس اللي عندهم تايب 2. الدي كي اي مور كومن عند الناس اللي عندهم تايب 1، والهايبر سمول مور كومن عند الناس اللي عندهم تايب 2. فالانسولين بيكون عندهم بسيط لكن على الاقل بيمنع عليه الكيتوزيس، بيمنع انه يحصل كيتونيميا، لكن ما بيقدر يمنع البلد جلوكوز انه يرتفع. فالبلد جلوكوز يرتفع لما يحصل يعني قيم عاليه شديد. الاوزمولاريتي بتكون هاي، الاوزمولاريتي بتاعت البلازما لو قلنا من 280 ل 200 او 200 قول 275 ل 295 كويس، ده الرينج، او من 270 ل 290 في الحدود دي، هتلقى انه الاوزمولاريتي فوق ال 300 320. كرايتيريا رجع لوكوس فوق ال 600 اوزمولاريتي، لازم اوزمولاريتي فوق ال 320 في دي هيدريشن طوال دي هايبر سمول لان هايبر سمول زمان كانت تسمي هايبر سمول نون كيتوتيك كوما، هسه بقت هايبر سمول هايبر جلايسيميك ستيت. البي اتش المفروض يكون نورمال اكثر من 7.3، بايكربونات اكثر من 5، لانها هيماديكي ما في اسيدوزيس. It was previously referred to as hyperosmolar non-ketotic coma. ده الاسم القديم الناس المتعود عليه hyperosmolar non-ketotic coma. لكن قالوا ما اي زول بتاع hyperosmolar state بيجيب كوما، وبالتالي قالوا الاسم ده ما مناسب. نسميها hyperosmolar non-ketotic coma، ممكن تيجي تلقى واحد يقول لك ده عنده hyperosmolar non-ketotic coma، تقول له انت وين الكوما؟ والزول ده ما في كوما واعي، كيف يكون عنده hyperosmolar non-ketotic coma؟ يعني كوما هي اسمها كوما. كوما غيبوبة غير كيتونية. وما في غيبوبه، عشان كده قاموا سموها ستيت حاله هايبر سمولر هايبر جلايسيميك ستيت. فيها بتجتمع فيها الحاجتين دي، الهايبر جلايسيميا اكثر من 600، هايبر سمولر اكثر من 320 ستيت. ممكن تاثر الزول، ممكن يكون في غيبوبه، ممكن يكون دراوزي، وممكن يكون واعي، لكن في الاخير بيكون دي هايدريتد. ولو خليته ممكن يحصل ليه سوء، والمورتيليتي ريت برضه هاي. طيب تيبيكال اوكير في الالدرلي اللي هم قلنا يكونوا تايب 2 اكثر حاجه. طيب لكن ممكن نشوفه في الناس اليانج. الكومون بريسيبيتيتنج فاكتور ممكن الانفكشن، برضه الام اي زي ديك، لكن اتوقع مور حياه الناس الكبار الام اي والستروك سيرفيفاسكولار ايفنت او اكسيدنت، دراكس زي الكورتيكوستيرويد كويس. بور بروجنوستيك ساينس انكلود الحياه اللي بتدي بور بروجنوزز توري انه ممكن العيان ده حصل له ديتيريوريشن، الهايبوثيرميا والهايبوتنشن، الهايبوتنشن بالذات لو كان في تاكيكارديا شديد او برادكارديا، لو كان في سيفير هايبرناتريميا، يعني لو كان الصوديوم ده اكثر من 160 دي فيري باد يعني انديكيتر، او كان الاوزمولاريتي عالي شديد اكثر من 360 فيري باد انديكيتر، او لو كان عنده سيريس كوموربيديتي كان عنده معاه قلب او كان عنده معاه كولا فشل كلوي برضه فيري سيريس، البرنوز بتاعه بيكون فيري باد. طيب البرنسبل اوف مانجمنت يا جماعه تيبيكال للدي كي ايه، تيبيكال للدي كي ايه، بس الانسولين ما بنبناه بير 0.1 بير كي جي بير اور، الانسولين بيكون نص القيمه يعني بدل 0.1 0.05، لانه الناس دي اصلا جسمهم سنسيتيف للانسولين، لو اديتهم 0.1 بيخشوا في هايبوغلايسيميا. طيب مجر اول حاجه انت عشان تشخص ياك واحد دي تايب 2 دي هايدريتد كويس، شكيت انه عنده هايبر سمول هايبر جلايسيميك ستيت، قست البلد جلوكوز لقيته هاي، وقال بتقوم تضرب الاوزمولاريتي، بتقيس الصوديوم طبعا، بتقيس الجلوكوز بالملي مول واليوريا بالملي مول او البي يو ان، بتجمعهم مع بعض لو جو اكثر من 320 طوالي معناه الزول ده. وفي معادلات انا ريكومند انه اي طبيب ينزل ميد كالكيوليشن اسمه ميد كال، تنزلها من شنو من جوجل بلاي ميد كال، فيها كل النادي يقول لك ده تحسب الاوزمولر ده، يدخل لك يقول لك اديني الصوديوم، تقول الصوديوم والله غيرها مثلا 150،
الجلوكوز، والله الجلوكوز كان 620، اليوريا، اليوريا كانت كده بالمليمول، وهو ذاته ممكن يحول لك بالمليمول، مول وقت اديله بالمليجرام يحول لك بالمليمول. طيب طلعت الاوزمولاريتي عاليه خلاص دي هنا. طيب جيف فلويد ريبليسمنت، بندي طوالي فلويد ريبليسمنت زي ديك، لو كان الصوديوم عالي شديد بندي هاف نورمال سلاين، نفس اللي بنعمل له في الدي كي اي. طيب التارجت شنو؟ انه التارجت فول في الصوديوم انه ينقص لي بس 10 ملي مول في ال 24 ساعه، يعني كان 160 وكان 150 او 155 ينزل لي 145 لكن بعد 24 ساعه، ما تعمل له دروب ايميديت للصوديوم لانه طوالي حيأثر تنام العيان اي حاجه اوديما اي نصيب الزمان سليبلر يعني دمج حيكون. ام فور بوزيتيف فلويد بالانس اوف 3 تو 6 لتر باي 12 ساعه، اديو يا جماعه نفس اللي بتاع الدي كي اي بتديو في ال 24 ساعه يكون اخذ 6 لترات، 24 ساعه يكون اخذ 6 لتر. بعد ذاك بنبدا الانسولين، هنا بس الانسولين زي ما قلنا بنبدأ بنص القيمه بتاعت الدي كي اي بدل 0.1 0.05 بير كي جي بير اور. طيب بعد ذاك لو في coexisting condition بين عالية، كان في MI، كان في infection، كان في أي حاجة بين عالية، لكن أهم شيء هنا لازم ندي subcutaneous anticoagulant لأنه هنا الجلطة أكتر من الدي كي اي. يعني العيان أنت مرقد وعلى بكرة الصباح تكون عليته من الهايبرزمول ممكن تجيه جلطة في كراعه، الجلطة دي فيك تمشي في الرئة تعمل بنمر امبوليز تقتله هي، عشان كده طوال لازم تجيه من الكليكسين والهيبرين تديها بتحت الجلد بروفايلاكتيك حماية كويس. والناس دي دايما معرضين لهاي ريسك اوف فوت التريشن، بيحصل لهم فوت التريشن للكرع. طيب زي ما قلنا بندي نورمال سيلاين وبندي الانسولين لكن بريت 0.5 بير كي جي بير اور. طيب طبعا يا جماعه اول ما انت بديت البلد جلوكوز سوري بديت الهايدريشن بالنورمال سيلاين، الهايدريشن ده بنزل لك البلد جلوكوز، يعني انت مجرد ما بديت اللتر الاول يوم تقيس تلقى البلد جلوكوز نزل 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 نزل، لما نقبل بليتوب تبدا طوالي تبدا الانسولين، لما نقبل خلاص ما قادر ينزل اكتر من كده نزل مثلا ل 400 خلاص بقى انت بتدي فلويد وثابت على 400 كان 700 مثلا، بعدين بيقوم بالراحه بتدخل الانسولين بريت 0.05 بير كي جي بير اور. زي ما قلنا الاوزمولاريتي ممكن نحسبها 2 في الصوديوم زائد الجلوكوز زائد اليوريا، لكن ده بالملي مول، الجلوكوز مثلا بالملي مول كان قول كان 30 ملي مول اللي هي كم قريبة 635 ملي مول مثلا، واليوريا بالملي مول. طيب النورمال طبعا لازم الاوزمولاريتي من 275 ل 295، لكن لما نلقاها فوق ال 230 و 320 معناها this is hyperosmolar hyperosmolar hyperglycemic state. النوع الثالث من الديابيتيك emergency هو الهايبوغلايسيميا، وده خطر لأنه في دقائق ممكن يحصل brain death. هايبوغلايسيميا is called if the blood glucose كان أقل من 0.5 ملي مول أو من 63. In most circumstances is due to insulin therapy، يعني العيان ده أخذ الأنسولين وما أكل. Less frequency due to oral use of oral insulin secretor drugs زي السلفنايل يوريا، يعني مثلا ميتفورمين ما بيعمل هايبوغلايسيميا حتى العيان لو أخذ وما أكل، لكن السلفنايل يوريا لو عيان أخذها لأنها هي بتحفز إفراز الأنسولين والعيان ما أكل ممكن يحصل فلو هايبوغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا طبعا خطرة ممكن تعمل برينديس. طيب if blood glucose fall 3 primary physiological defense تشتغل، اول حاجه الاندوجينوس انسولين ريليز فروم بيتا شيت السبريس، ده في الانسان الطبيعي يعني انت خشيت في هايبوغلاسيميا انسولينك الداخلي هيقف، هيحصل ريليز لجلوكاجون، جلوكاجون بيحفز الجلوكونيوجينيسيس هيرفع الجلوكوز، بطوالي بيحصل اكتيفيشن للاوتونوميك نيرف سيستم هيفرز لنا الكيتو كولاماينز ادرينالين والنور ادرينالين والجروس هرمون والكورتيزول ده كلهم بيرفعوا السكر، بالتالي الهايبوغلايسيميا بيحصل لها ريفيرس. لكن المشكلة إنه الناس السكري الحياة دي عندهم مختلة. أوكي؟ طيب people with type 1 diabetes cannot regulate their insulin، ما عندهم أنسولين أول حاجة.
كويس and will have lost their ability to release glucagon. حياتهم دي كلها بالذات الناس اللي عندهم long term اكتر من 5 سنة كويس بيكون عندهم حياة كتيرة مختلفة. الهايبوجلايسيميا انت لو ما عالجتها ممكن تعمل له برين دامج، البرين ما يقدر يقعد بالزاوية جلوكوز يحصل برين دامج. طيب الهايبوجلايسيمي كوز ميست او ديليت ان اديكوات ميل، اخدت الجرعة وما اكلتها، انا اكسبكت اكسرسايز، مشيت مشوار طويل او كده كنت ما اخد جرعتك الكحول ايرور في الدركس، اخدت جرعة ما ياها كويس، الانسولين كان الريجيم بتاعه ما تمام، لايبو هايبرتروفي انجكشن كوز فاريبل انسولين ابصر، اطعنت في حتات الانسولين بيجي يخش اسرع او اقل، جاستروباريسيس ديو تو اوتونوميك ناي برضو، الجاستروباريسيس اللي هو خمول المعدة ممكن يخلي الكربوهيدرات تمتص بطريقة أقل، مع الابزورشن برضو زي ناس السيليك ديزيز، انريكوجنايز اندوكراين ديس اوردرز زي الاديسون دي كلها ممكن تعمل هايبوجلاسيميا، فاستيديوس كويس دي لو انديوست يعني زول انديوس الهايبوجلاسيميا ومدي نفسه انسولين زيادة، ان النسوان برضو برضو برون لانه يجيب هايبوجلاسيميا. الريس فاكتور طبعا الاستريت جلايسيم كنترول، يعني زول ده يعمل كنترول طق شديد، الكنترول الشديد للسكر اللي يعني داخل في هايبوجلاسيميا، يعني انت لو ده تخلي تعمل كنترول تايت كده بس على قدره وكده داخل في خش في هايبوجلاسيميا. امبير اويرنس اوف هايبوجلاسيميا الايج فيري يونج اند elderly برضه ده ريسك كويس، برضه لو الواحد ما كان اوير بالهايبوجلاسيميا شديد وروي انه الهايبوجلاسيميا دي اخطر من الهايبر ممكن يخش فيها. long duration of diabetes برضو بخش في هايبوجلاسيميا. السليب زول بيكون طوالي راقد في السرير ونايم. الناس اللي بيكون عندهم سي بي بتايت نيجاتيفيتي انديكيت كومبليت انسولين ديفيشنسي ده ممكن يخش في هايبوجلاسيميا. السي بي بتايت بتفرز مع الانسولين، انت لو عندك سي بي بتايت معناها جسمك بيفرز نوعا ما حبه انسولين. الهيستوري لو كان قبل كده جاك هايبوجلاسيميا معناها انت معرض اكتر انه يجيك، لو كان عندك رينال امبيرمنت، لانه في الرينال امبيرمنت يا جماعه الانسولين بيخرجوا بالكلى، الكلى لما تكون فيها مشكله الانسولين بيقعد اطول فتره، الانسولين انت حقنته من بره ده بيلف جوا في الجسم لاطول فتره ممكنه. مرات ناس كتار من الناس الكلى دي بنوقف انهم الانسولين عديل، لانه انسولينهم الزمان كان بسيط واللي ياخدوا عليه ادويه من بره او انسولين من بره في اللحظه بكفيهم لانه الكلى ما شغاله، الانسولين ده بيلف جوا. في ناس برضو جينيتك بيكون عندهم سي اي جينوتايب معين برضو ده ممكن يكون يحصل لهم هايبو ريسك بتاع هايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا سيبتومز طبعا اول حاجه سيبتومز بتاعت الاوتونوميك نيرف سيستم انه بيحصل سويتين ريمبلين باوندينج هارت، الهارت اول حاجه بالبيتيشن ورجفه وهنجر وانزيتي كويس، بيكون تلقاه احساس بتاع جعان وانزيتي كويس. النون سبيسيفيك ممكن يكون نوزيا تيرنس هيد هيدج، ممكن يبقى اجيتيتي تلقاه هاي كده، النيرو جلاكوبينيك زي الكونفيوجن راونس speech difficulty inability to concentrate incoordinate irritability anger، شايفين تقر عيان يعني يتزهج كده وهاي ما قاعد يتحكم في نفسه لانه خلاص، فدي حياة الاوتونوميك نيرفس سيستم يا هم منها الرجفة والسويتنج والبالبيتيشن وضربات القلب اللي نايم، وبعد ذاك الهنجر والانزايتي سبيسيفيك زي النوزي والتيرنس والهيدي. النيروليبتيك جلاكوليبتيك جلاكوبينيك سوري الكونفيوجن والدراونس والديفيكولتي سبيكينج والانجر والريتابيليتي انكوردينيت نابيلي تو كونسنتريت، وكما انت هسه مرات ما تجوش شيء ما تقدر تركز وممكن يحصل لك كده يعني، فدي اعراض الهايبوجلاسيميا. طبعا ايمرجنسي تريتمنت اوف هايبوجلاسيميا لو كانت مايلد طوالي اورال فاست اكتنج جلوكوز، ادوا حاجه تديه معلقه السكر من 10 الى 15 جرام، يعني شنو معلقه ونص بتاعت الشاي الكبيره دي از انف كويس. This should be followed by snack، يعني خلاص ما اديته دي خلاص بعد دهنا لا طوال يجيب لي سندوتش ياكله او بسكويته او حاجه زي دي يكون فيها كربوهيدرات. Emergency treat of hypoglycemia لو كانت سيفير طبعا يا جماعه لازم تركب له دريب طوال بتاع جلوكوز، واي عيان عنده سكر جاك مغبي من تشيل العينات ابدلوا، يعني لو جاك مغبي عديل في غيبوبه قلت الهايبوجلايسيميا في الاول، دي قاعده جاك عيان عنده سكري اهله جابوا لك في غيبوبه شلت العينه بتاعتك ادي سكر في الاول وتبر كان، وكان سكره 600 السكر ده ما حيقتله.
لكن لو سكري وده كان 20 مادته السكر ممكن يموت. فانت اسلم حاجه تبلص، يقول لك بلص وجاي جلوكوز والد جيب الدي 50 ده المركز ده، تسحب الحقنه وتركب في الكانيولا مباشر بف تدي، تسحب الحقنه ال 20 سي سي بف تدي الخمس ال 50 مللي تديها مرتين وثلاثه كده خلاص، انت بعد كده في السيف سايد. ادى على العيان ده لو سكره طلع 700 800 برضه اللي انت اديته ده ما هيقتله، لكن لو كان سكري وناقص ما فيش كده عيان ده. لكن لو بيتكلم معلش، لكن جاك في غيبوبه ممكن يكون ديك ايه، لكن الصحيح انك تديه جلوكوز لحد ما يطلع لك نتائج اللاب تكتشف انها ديك ايه وبتاعي خلاص، عدا تبدا تديه في الفلويد وتدي الانسولين وكده. لكن في الاول جاك في غيبوبه تديه ان تديه جلوكوز. طيب ممكن ندي اي في من 20% ديكستروز، طبعا في ال 50% ديكستروز حاجه اسمها دي 50 جلوكوز تركيزه 50% لكن بيجي 20 مل دي ممكن تديها كلها. في واحدة تاني 50 مل دي 50 برضو دي بدها عادي لك دريب كامل بتاع 5%، هو 5% ده 500 مل في 5% وده 50 مل في 50% بيعادل ذاك. فالمهم انت بتدي ممكن تدي دي 50 او تدي جلوكاجون 1 ملي جرام. في الاطفال بتدي مو ينفع جلوكاجون، انفر شريط هنا في السودان ما عندنا مع انه سريع، يعني جلوكاجون ده لو اديته اي ام سريع كده كويس، اديته 1 ملي جرام اي ام جلوكاجون طوالي بيحصل ريفيرس اسمه الهايبوجلاسيميا، العيان ممكن يفتح. والهايبوجلاسيميا يا جماعه شنو؟ انت اديت جلوكوز ثلاثه حاجات، بقول لك انه بلاد جلوكوز كله اديت جلوكوز العيان استجاب وعى، يعني الهايبوغلاسيمي انت مجرد ما بلصت العيان مفروض يوعى عليك، ما وعى دي معناها حاجة غير الهايبوغلاسيمي، او يكون الهايبوغلاسيمي طولت شديد حصل برينديس يعني تاني اصلا ما حيفتح ذاته. لكن الهايبوغلاسيمي انت اديت جلوكوز بتلقى استجابة وقتية العيان طوالي بفتح لك 15 دقيقة بفتح عيونه لو كانت ريال هايبوغلاسيمي. طيب if the patient is conscious and able to swallow give oral refined glucose sweet حلاوة أي حاجة ما يعادل 25 ملي جرام، أو apply glucose gel أو جام مربى وعسل في خشمه بيمتصه وبيوعى. طيب كويس، دي السلايد ما قبل الأخيرة. الهايبوغلاسيميا avoid avoidance and treatment of hypoglycemia during travel، طبعا ممكن تحصل during travel سؤال يكون ما ماكل وكده، عشان كده اي زول بتاع سكر يا جماعه في شنطته لازم يكونوا في جزدانه وفي جيبه لازم يكون شايل حلاوه، دي قاعده انت بتقول بتاع السكر، لانه الهايبوغلاسيميا اخطر وامر من الهايبرجلاسيميا. كريانس سبلمنت اوف فاست اكتنج كربوهيدرات بسكويته وحلاوه وكده كويس. سكرو توب بلاستيك بوتل فور جلوكوز درينك، يكون شايل له بلاستيك بوتل فيها جلوكوز درينك ولا عصير ولا اي شيء كويس. كومبانيون شود كاري اديشنال اورال كربوهيدرات ان جلوكاجون، يعني طبعا في الحتات المقدمه اللي هو المرافقين مع بتاع السكر يكون شايل كربوهيدرات يكون شايل جلوكاجون في حاله انه حصل له وقوم دي انفورشنتلي هنا ما عندنا، فيكون شايل معاه حلاوه او المهم عصير مازه يكون مع انه مع مازه دائما في الشنطه حصلت حاجه يطلعوا المازه يشرب. بيرفون فريكوينت بلاد جلوكوز تيستين كويس، ده لو كان عندهم الوان تاتش ده، فانت مجرد ما العيان الليفل اوف كونشسنس بتاعه اتغير وتقوم تقيس البلد جلوكوز، او الزول اللي معاه ممكن يقيس البلد جلوكوز براو بالستريب، ولو هنا يديه حلاوه طوال، لانه يا جماعه الهايبوغلاسيميا بتدمر الدماغ ممكن تعمل برندس. ذا فاست اكتين انسولين انالوج فور لونج ديستانس اير ترافل، في اللونج ديستانس اير ترافل بنستخدم الفاست اكتين انسولين اللي هو الانسولين ما زي الميكس، الميكس مثلا بيشتغل 12 ساعة، الفاست اكتنج ده بيشتغل 4 ساعات، يعني انت اكلت وجبتك اخدته قبل الوجبة واكلتها خلاص بيكفي لك حق الوجبة، لكن اللونج اكتنج ده بيكفي بعد الوجبة انت تاني ما اكلتها بيبدا يخش في هايبوغلاسيميا. في حالة السفر تستخدم الفاست اكتنج لانه انت ما ضامن انه وجبتك التانية هتلقاها ولا ما هتلقاها، فبتاكل وبتاخده. و this is the end of this lecture. Please any question or comment contact me and reply immediately. Thank you very much for your listening.